مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. موبايل الهواوي بقى حتة حديدة، موبايل الهونر بعته بتمن بخس، موبايل الهواوي هيتبعت له باتش هيتسحب من عليه الاندرويد. خير يا جماعة، ايه الحكاية بتاعت جوجل وهواوي؟ تعالوا نشوف. طيب لو انت راجل متابع شوية الموضوع دوت، الموضوع دوت اتكرر قبل كده، ان امريكا كدولة عظمى في العالم ودولة ذات شأن يعني كبير، حجبت او منعت الشركات الامريكية من التعامل مع شركة هواوي. طيب ليه عمل ده؟ بسبب ان هواوي بتتجسس على الامن القومي الامريكي وما الى ذلك. طبعا مواضيع سياسة، احنا ايه في الحاجات دي احنا ما بنتكلمش. طيب الوضع الحالي هيبقى ايه؟ يعني خلاص مثلا القرار دوت اتنفذ وشركة هواوي مش هتتعامل مع شركات امريكية تاني، الوضع هيبقى ايه؟ الوضع زي ما انت معاك تليفون من شركة هواوي، هيجي لك تحديثاتك العادية خالص اللي هي الأمنية اللي بتيجي من شركة هواوي، دي معروفة ان اي تحديث امني بيجي من شركة هواوي، بيجي من الشركة المصنعة للهاتف. يعني مثلا لو انت معاك تليفون من شركة زي مثلا سامسونج او اوبو او شاومي، دي بيجي لك منها تحديثات من الشركة نفسها، فانت كده ملكش علاقة بجوجل. طب ما ليه اللي مش هيجي لي منه تحديثات؟ مش هيجي لك تحديثات سواء بقى السوفت وير. يعني مثلا احنا في اخر اصدار دلوقتي اللي هو اصدار الاندرويد باي او الاندرويد 9، ده مش هيجي لك تحديث بعديه اللي هو اندرويد 10. طب ما هو من امتى تليفونات هواوي بيجي لها تحديثات؟ او كان امتى مثلا حصلت مشكله لو ما جالكش تحديث؟ بتبقى فيه اضافات بسيطه. طيب دي المشكلة الوحيدة؟ لا، المشكلة ان انت في التليفونات المصنعة بعد كده اما يجي لك تليفون او هو هتفكر تنزل تليفون جديد، مش هتلاقي عليه خدمات جوجل. طب خدمات جوجل هي ايه يا عم؟ هي الجوجل بلاي او البلاي ستور، الجيميل، اليوتيوب، الدروب بوكس، الجوجل درايف، كل دي مجموعة حزمة التطبيقات الخاصة بشركة جوجل، دي مش هتبقى موجودة. طيب هواوي هتحلها ازاي؟ هواوي بتحلها ان هي عندها هواوي اب او هواوي اب ستور، عندها ايقونة كده بتبقى بسميها جالري اب او هواوي اب، دي اب خاص بشركة هواوي تقدر تحمل عليه اي تطبيقات انت عايزها. طيب بالنسبة للموضوع اللي طلع ان في هواوي مش هتعرف تصنع معالجات تاني بسبب ان شركة ارم هي الشركة اللي بتدي تصريح تصنيع المعالجات او بتدي موافقه على المعماريات، او هي اللي بتديك المعماريه اللي انت تصنع على اساسها المعالج بتاعك، فقال لك هواوي مش هتعرف تصنع معالجات. لو الخبر ده مظبوط او لو الخبر ده فعلا اتطبق، هواوي عندها معالجات متصنعه وموجوده اكيد هتبدا تستخدمها، زي مثلا ما في مثلا كيرن 710 اكيد هيبقى في كيرن 715 موجود، 980 في 985 هيتعلن عنه، كل الحاجات دي كلها متوفره. طيب معنى كده ان هواوي هتخرج من عالم الاندرويد؟ يقال ويقال لا، لكن احنا ما نعرفش نجزم الكلام دوت هيتطبق او لا او whatever. لكن حتى اللحظة اللي احنا فيها انت تليفونك الهواوي او الهونر في امان تام، ما عندكش مشكلة، انت هيجيلك تحديثاتك الامنية العادية خالص جدا، لكن تحديث السوفت وير او النظام التشغيل نفسه الاندرويد ده هو اللي مش هيجيلك. طيب نعمل ايه؟ نبيع تليفوناتنا ونخسر فيها؟ تبيع عليه تليفون شغال معك كويس مفيهوش مشاكل، مفيش داعي انك تبيع التليفون، الحكايه بسيطه خالص، التليفون ماله؟ ما قالكش لا انا جوجل قالت لي انا همشي من عندك. يا جماعه نحاول دايما نتاكد من اي معلومه بتتقال، لان المعلومات او الاخبار او الاشاعات لما بتكتر ممكن تاثر على كيان شركه شغال فيها عدد من الناس كبير مش صغير،
ممكن يتضروا او يحصل لهم ضرر بسبب الاشاعات اللي احنا بنقعد ننقلها بيننا وبين بعض، او على السوشيال ميديا او على الواتساب او على واتيفر الوسائل اللي احنا بنتواصل بيها مع بعض. شكرا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تصبحوا على خير.